على الجميع أن يعلم أن التدبير ديال الشأن الجماعي بمقتضى القانون وبالواقع هو التدبير ديال الخدمات ديال القرب، لأنه منين شافوا المعقول وشافوا المنهجية ديال الاشتغال ديال هذا المجلس اللي مبنية على المعقول، عدم الابتزاز، على عدم المساومة والتوفير ديال الخدمات للمواطنين، خرج منهم العجب. شركة ديال النظافة هناك متابعة يومية من الرئيس، مني شخصيا، هجموا علينا بكلاب لم يسبق لي أن رأيتها في السابق. ما حتى واحد ما عارف شنو تيدير شي حاجه، معروف عارفين هما، عارفين من شي، عارفين الباركينات شكون تيتخلص فيهم. كاين الاحترام والحزم، لانه اللي تيجمع هو دفتر التحملات. هذا الشيء دار وتنقول بصعوبات اللي ما تعرفوهاش الناس اللي تيتكلموا على العمل الجماعي، الصعوبات حقيقيه ومعاناه نفسيه حقيقيه اللي فيها التهديد.